اهلا بكم اعزائي المشاهدين وبرنامج من 6 ل 9. انا حقيقه وانا بتكلم على منتخب مصر انا شايف ان استاذ الاحصائيات والمعلومات اللي يعني يبحث عنها بدقه الناقد الرياضي الاستاذ خالد طلعت. ازيك يا خالد؟ مساء الخير يا كابتن اسامه، اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا حبيبي؟ رمضان تمام، كريم. الله اكرم. طبعا سام عامل ايه معاك؟ تمام الحمد لله، الدنيا ماشيه. هو المنتخب بس اللي عكنن علينا شويه النهارده، والله فيعني زعلنا قوي. والله يا خالد تصدق انا امبارح جبت الورقه والقلم تمام. بصراحه وحبيت اتفرج على المباراه، لان معظم المباريات بامانه يعني ما بحبش اتفرج عليها لما اعرف ان المنافس حتى يعني تاخد بالك، لكن تمام. مباراه بحجم مباراه مصر وتونس وانا اعلم جيدا يعني ان انا العب في تونس كلاعب كره سابق طبعا. ولعب ضد تونس ومنتخبات تونس، تمام، توقعت ان انا هلاقي هشوف مباراه شرسه شرسه من ناحيه التنافس على استخدام مساحات الملعب، مش شرسه يضربوا بعض تاخد بالك. لكن صح. امبارح يا خالد انا بتفرج على المباراه، التوانسه بيتحركوا داخل الملعب كأن الملعب ما فيهوش حدود، الجير الابيض ده اللي هو الحد بتاع الملعب مش موجود عند التوانسه، تمام، والمصريين للاسف تقهقر غير عادي. كانت مباراة شرسة بس من طرف واحد للأسف. يعني احنا شفنا طب ليه يا كان في خالد؟ سيطرة كاملة لمنتخب ليه تونس. هسألك دي حتة فنية اسألها لك تمام، عشان بعد كده نتكلم في ال طيب انا بص يا كابتن أسامة، شايف ان كان في اخطاء في اختيارات اللاعبين من مستر هيكتور كوبر. يعني هيكتور ايوه كوبر عنده حاجة المفروض ان هي ميزة، لكن يعني دايما في مثل بيقول الحاجة لما تزيد عن حدها بتتقلب ضدها. مستر هيكتور كوبر عنده حاجة ان هو ثبات التشكيل، بيثق في مجموعة معينة 10 11 لاعب بيلعب بيهم على طول، بيثبت تشكيل منتخب مصر بس ده على مش فترات. عيب ما بقولك هو فنيا، مش ما هو عيب، في دي الوضع حاجة الطبيعي كويسة. ميزه، ويمكن مع الفرق كمان بيكون ميزه انك بتلعب ماتش كل 4 5 ايام. بيحفظوا بعض وبيعرفوا مظبوط، بعض. لكن مع منتخب يا كابتن اسامه لما يكون في جاب 5 شهور، لما انت تكون بتلعب بتشكيله ثابته في شهر يناير وبدايه فبراير في كاس افريقيا، وتيجي تلعب في بدايه في نص شهر 6، في 5 شهور فرق، فبالتالي ما ينفعش انك تروح جايب نفس التشكيله اللي انت كنت بتلعب بيها من 5 شهور تحطها هي النهارده في شهر 6، لان في متغيرات طرأت على اللعيبه، في لعيبه مستواها ارتفع، في لعيبه مستواها نزل، في لعيبه بعدت عن الملعب فتره طويله جدا، فبالتالي ده اثر على مستواها. هي دي النقطه، هو لعب طب بنفس هنا لازم التشكيل اسالك اللي بقى، ختم بيه كاس الامم. لازم اتفضل. اسالك، هل فريق الكرة يعتمد على اللاعب ولا مجموعه؟ لا ما انت مجموعه طبعا. بتكلمني على ان لاعب مستواه ارتفع وبعدين مظبوط. مستواه، يعني احنا نتحدث عن افراد، تمام. لكن الميكانيزم بتاع الفرقه، الفريق كفريق مجموعه، طبعا يعني الكرة لعبة هل جماعية. كوبر يلعب كره القدم كمجموعه ولا يلعبها كافراد مهاريين؟ والله لا، انا قبل كده كان بيلعب مجموعه، يعني لغايه كاس افريقيا اللي كان اقيمت في الجابون كان في لعب جماعي، ان كان دفاعي، يعني هو كان دفاعي ما بيعجبش الجماهير المصريه، لكن في الاخر كان في خطه داخل الملعب، كان في دفاع محكم. لو تفتكر حضرتك حتى الفرص اللي كانت بتيجي على منتخب مصر في كاس افريقيا، يمكن على مدار ال6 ماتشات فرص معدوده، بنتكلم 4 5 فرص اللي تقدر تقول فرص خطيره على مرمى منتخب مصر في 6 ماتشات، كان اقوى دفاع منتخب مصر. امبارح منتخب تونس شايفين فرص، يمكن في 13 فرصه لمنتخب تونس، يعني بالارقام هنستعرضها كمان شويه، 13 فرصه في 90 دقيقه، ده رقم طبعا كبير جدا. 13 فرصة، ده 13 معناه ايه يا خالد فنيا؟ يعني معناه ان الدفاع انهار، يعني ما بقاش فيه خلاص، يعني حته هل الدفاع هي اللي كان مسؤولية بيتميز الضغط بيها على الدفاع بيبتدي منين؟ خط الوسط طبعا. مظبوط، ثنائي يبقى خط هنا انا الوسط. عندي مشكلة في تمام وسط الملعب، مظبوط. استغلها يوسف المساكني تمام مع انطلاقات معلول وباقي صح، فريق تونس وده اللي انا كنت عايز ابتدي استحواذ بيه مع الملعب. حضرتك في حته اختيار اللعيبه. انا شايف يعني رباعي خط الدفاع ما فيش خلاف عليهم، يعني بنتكلم احمد فتحي، عبد الشافي، علي جبر، وحجازي، دول الاربعه الافضل حاليا في منتخب مصر ومتواجدين على الساحه. لكن خط الوسط محمد النني وطارق حامد زي ما بقول حضرتك ادي كانوا التشكيلة بيلعبوا. اهو، انت كنت مظبوط. عايز تقول لي التشكيلة. ده التشكيل اللي بدا، عشان علينا شويه ملاحظات بس عليه طيب لازم برضو قول لي نوضح بالعكس للساده بالعكس، المشاهدين. قول لي يا يعني خالد نبدا اتفضل. من حراسه المرمى، انا شايف ان اشراك شريف اكرامي كان خطا في مباراه امبارح، اوكي كان لازم طيب عصام الحضري اللي يبدا. يعني خلينا نتكلم الثلاث حراس مرمى، عصام الحضري، شريف اكرامي، احمد الشناوي، الثلاثه قريبين من بعض في المستوى الفني، يعني خلينا نتكلم فنيا قريبين. الشناوي مقدم موسم جيد جدا مع طب نادي الزمالك. اسمع يا خالد، اتفضل كده. في لاعب محلي تمام وفي لاعب يلعب تحت ضغط مظبوط جماهيري وضغط مباريات خارجية قوية بالخبرة. مظبوط. لما اجي تقيم، لو قيمنا حراسة المرمى، تمام، اكرامي هايل محليا، صح نادي الاهلي طبعا، النادي الاهلي بياخد دوري من قبل ما الدوري يبتدي. والله انا مظبوط رايي كده، صح صح انت واخد بالك ليه؟ هو احسن الفرق اللي بتعتمد على يعني ازاي ينظم الفوضى تمام لمصلحته، مظبوط الفوضى الكرويه اللي احنا صح عايشين فيها.
ازاي ينظمها لصالحه، وده ذكاء، وده ذكاء طبعا للنادي الاهلي. كان لكن الراحل صالح محليا سليم كان بيقول اعور في وسط عمياني يعني يعني يا خالد محليا اوكي مظبوط، لكن انا بتكلم على لقاءات دوليه عايزه خبره مظبوط، عايزه لاعب يعني يعرف ازاي يواجه المنافس كخبره، عايزه لاعب يعرف ازاي يتقبل ويتعامل مع الضغط الجماهيري اللي في المدرجات، وايضا ازاي يتعامل مع زمايله داخل الملعب، التوجيه، القدره على التوجيه. حارس المرمى هو القائد الفعلي للكشف على الملعب طبعا. كله، لان هو اكتر واحد ورا وبالتالي كل الفرق قدامه فبيقدر يوجه. صح. حارس المرمى ما كانش صوته عالي ويتكلم ويتخانق مع الدفاع ومع وسط الملعب عشان يسمعوه ما يبقاش حارس مرمى. دي نقطة مهمة جدا كابتن عصام. أيا من الحراس الثلاثة عنده الميزة دي. كابتن عصام الحضري طبعا هو الوحيد اللي عنده الميزة دي، وحضرتك طبعا لاعب كورة وفعلا فاهم، يعني الكلام اللي حضرتك قلته فعلا مظبوط 1000000%، وأنا فعلا كنت يعني محضره. عصام الحضري ممكن ميزته مش أي مشاهد حتى يشوفها، مش بنتكلم بس في الفرص اللي هو بيتصدى ليها أو الأهداف اللي بتدخل في شريف إكرامي، لا، عصام الحضري ميزته إن هو بيوقف أساسا الدفاع بشكل جيد، بيديهم تعليمات من ورا، لو المدافع فلت منه لعيب عصام الحضري بيبقى صاحي بيقول له امسك فلان الفلاني يركز مع ده، فبالتالي حتى الفرص اللي بتوصل له بتكون قليله، مش مجرد بس ان هو بيتصدى للفرص الخطيره اللي بتجيله، لا، هو بتوجيهه للدفاع بشكل جيد بيوقف المدافعين قدامه بشكل جيد، بيبقى في رقابه لصيقه على مهاجمي الفرق المنافسه، يعني هو يتحدث، يعني في انسجام طبعا وفي استماع، يعني في خبره يا كابتن اسامه، في نوع من الانسجام بينه وبين المدافعين ويقدر يحركهم ويوقفهم. مظبوط، والخبره كمان يعني خبره كبيره جدا بيقدر يوجههم بطريقه صحيحه، فاعتقد دي نقطه مهمه. حته الليدرشيب او القياده اللي حضرتك اتكلمت عليها برضه سمعت عنها، مفيش حد في منتخب مصر حاليا يصلح لدور القائد غير عصام الحضري، يعني بخبرته الكبيره بالسنين الخبره مفيش حد حتى على الساحه المصريه بالكامل، فاعتقد وجود الحضري مهم، مش مجرد بس ان هو حارس مرمى مميز، لا كمان ان هو ليدر او قائد داخل الملعب، دي برضه بتصب في صالحه. بقول لك فنيا الثلاثه قريبين، لكن لما تكون بتلعب منتخب بحجم تونس، جماهير عريضه، مباراه صعبه، فكان 50000 امبارح في المدرجات، فكانت نقطه الخبره مهمه. كنت شايف ان هيكتور كوبر لازم يعتمد على خبره عصام الحضري ويبدا بيه ماتش امبارح، فده اول خطا انا شايفه في هل حشكيل. مدرب المنتخب ليه تاثير على كوبر في الاختيارات؟ مدرب حراس المرمى اقصد، مدرب حراس أكيد المرمى اكيد طبعا كابتن احمد ناجي اكيد ليه دور، هو اللي بيرشح، لكن في النهايه بيكون القرار لمستر هيكتور كوبر، يعني القرار النهائي لكوبر، لكن كابتن احمد ناجي بيرشح له طبعا مين اللي شايفه افضل، لكن في الاخر قرار النهائي لكوبر. خالد انا هنا لما اجي اقرا الجريده بتاعت النهارده وقلتها انا قبل كده، لما حراس الفراعنه بقى حراس تمام منتخب مصر، حراس الفراعنه يثيرون ازمه الساعات الاخيره، الحضري انا رقم واحد بالفريق، الشناوي الفرصه من حقي، اكرامي انا الافضل في الدوري. تمام، ازاي الكلام ده؟ ما هي دي المشكله، هو برضه ساعات يعني ارتفاع مستوى اللاعبين ساعات بيكون مشكله، يعني هو زي بنقول سلاح ذو حدين، انت عندك ثلاث حراس مرمى مميزين، ثلاث حراس مرمى كل واحد شايف نفسه ان هو يستحق ان يكون حارس مرمى منتخب مصر، زي ما حضرتك بتقول الشناوي ماشي بشكل كويس جدا مع الزمالك في الدوري السنه دي فنيا متميز جدا. ده هو اللي بيقول مظبوط، لا وانا كمان بقول كل الناس بتقول هو ماشي فعلا بشكل كويس، يعني انا بقرا اللي هم بيقولوه. اكرامي رقميا هو الاول، اكرامي 27 مباراه لم تهتز شباكه، على مدار الموسم 9 اهداف فقط دخلت مرماه، ده من ناحيه رقميه، فبالارقام اكرامي يعتبر رقم واحد في مصر، بالخبره عصام الحضري، يعني هو بقول لك كل واحد فيهم بيتميز. هل المباراه دي بتاعت امبارح مباراه تعتمد على الخبره بالنسبه لحراس المرمى تمام، ولا تعتمد على ارقام؟ لا على الخبره طبعا كابتن اسامه، يعني لو كنا بنلعب مثلا اوغندا في القاهره كنت اقول لك لا شريف اكرامي يقف، النيجر، سويسرلاند، كونغو، فريق متوسط وبتلعبه هنا في ملعبك مفيش ضغط جماهيري، شريف اكرامي كان ممكن يقف، ممكن احمد الشناوي، لكن بتلعب فريق قوي خارج ملعبك في وسط جماهير كبيره، وخاصه ان احنا دلوقتي الدوري المصري بدون جماهير، فشريف اكرامي والشناوي برضو ما تعودوش على الاجواء الصعبه كتيره في حضور الجماهير، بعكس الحضري اللي بقول لك باع طويل اكتر من 20 سنه بيحرس مرمى الاهلي ومنتخب مصر، فبالنسبه له خلاص يعني لو حتى 300000 واحد في المدرجات مش هيفرق معاه حاجه، فدي اول نقطه بقول لك دي اول مهم. نقطه سلبيه حراسه المرمى. طب هرجع مره تانية لاقوال الثلاثه تمام، وان كل واحد فيهم شايف ان هو الاحسن ومفيش سيطره على اي منهم، دي مسؤولية مين؟ مسؤولية الجهاز الفني طبعا بالكامل، يعني بدءا من هيكتور كوبر، مسؤولية المفروض برضو مدير إداري المنتخب اللي هو موجود مهندس إيهاب لهيطة معاهم، المفروض حتة التصريحات والحاجات دي بتبقى ناحية إدارية أكتر خاصة بالمسؤول الإداري عن المنتخب، ومسؤولية كابتن أحمد ناجي كمدرب حرس مرمى برضو باعتبار الثلاث حراس دول في الآخر تابعين لكابتن أحمد ناجي، فهي المسؤولية مشتركة ما بين الثلاثي هيكتور كوبر، إيهاب لهيطة، وكابتن أحمد ناجي. هل ما زال هناك في رواسب
بين احمد ناجي كمدرب حراس المرمى وبين اكرامي، لو حضرتك تتذكر البطوله الاخيره تمام لما طلع وصرح وقال لك ان اكرامي بيهرب مظبوط وان هو يعني بيدعي الاصابه. يعني اذا كان مدرب حراس المرمى يتحدث عن لاعبيه بالشكل ده، طب ازاي يبقى في ثقه بينهم وبينه؟ طبعا دي كانت ازمه قبل كده، وهو كابتن ناجي يمكن خرج وقتها وقال ان هو ما كانش يقصد التصريحات دي وما كانش يقصد الاساءه، ويمكن اعتذر ضمنيا عن هذه التصريحات، لكن اعتقد ممكن تكون لسه برضه سايبه رواسب، وخاصه كمان برضه كابتن اكرامي الكبير في بعض الاحيان بيخرج يتكلم للاعلام وبيقول ان شريف احق بحراسه مرمى المنتخب وانه بيتعرض لشويه ظلم من كابتن احمد ناجي، فبرضه ممكن تكون في بعض الملابسات، يعني تحديدا اكتر ما بين كابتن اكرامي الكبير وكابتن احمد ناجي مش مع شريف، لكن يعني ما اعتقدش ان هي دي تكون سبب في اهتزاز مستوى شريف. يعني شريف امبارح برضه يمكن اخطا في اكتر من كوره، برضه كرات عرضيه بيخرج بشكل خاطئ. انا بقول لك انا شايف السبب هو الجماهير، هو ناحيه الجماهيريه، شريف اكرامي واحمد الشناوي كمان عشان اتكلم بصراحه، الاثنين ما بيتحملوش ضغط الجماهير الكبير خاصه خارج مصر، بيكون عندهم الامور صعبه شويه. شفنا الشناوي حتى اتصاب قبل كده اكتر من مره، يمكن اصابات يعني ناس كتير ارجعتها ان هي اصابات نفسيه وليست عضليه بسبب الضغط الجماهيري. فعشان كده بقول لك اي ماتش صعب الافضل والاصلح هو عصام الحضري. الناس تقول لك طب هنفضل نعتمد عليه لغايه امتى؟ لا، طالما الراجل بيلعب وبيؤدي داخل الملعب وموجود، سنه دي مش مشكله بقى، 44 سنه 45 سنه 50 سنه حتى، طالما هو الراجل بيأدي فاعتقد ان هو الاصلح لحراسه مرمى المنتخب في الماتشات الصعبه خارج مصر. خالد.